مرحبا طلابي الأعزاء. طبعا وصلنا إلى C. Put these words in the correct order to make sentences. ضع الكلمات بالشكل الصحيح لكي نعمل جملة. Number one. You him the doctor to tomorrow. C wants. طبعا الجملة هنا أنا عندي مخربطة. لازم أرتب الجملة. تصير the doctor wants you to see him tomorrow. فاعل فعل ومفعول به طبعا تكملت الجملة. لازم أكمل الجملة بحيث تكون مفهومة المعنى. الطلاب دائما عندهم مشكلة بترتيب الجملة، ما يعرفون شنو القاعدة اللي يرتبون عليها الجملة. هنا أنا عندي جملة اسمية، الجملة الاسمية تبدي بفاعل بعدين فعل بعدين مفعول به. هنا مثلا عندنا الوانتس، القاعدة مال وانتس اللي أخذناها اللي هي وانتس يجي وراها pronoun بعدين to بعدين يجي وراها فعل. وهنا أنا آخر شيء time phrases اللي هو الظرف اللي يعبر عن الزمن اللي هو tomorrow. ممكن أحطها بنهاية الجملة وممكن أحطها بداية الجملة. يصير أقول tomorrow the doctor wants you to see him، الطبيب يريدك حتى تشوفه باكر. ممكن أحطها بنهاية الجملة ماكو مشكلة، مثل الجملة اللي عندكم إياها. نروح على نقطة 2. Pain her has her Nadia an. تصير Nadia has a pain. A pain بس هنا غيروها، هنا I. أوكي خطأ مطبعي. In her ear. نجي هنا نباوع على الجملة. انتبهوا، شوف الجملة بنادية، نادية مبدوءة بكابتل لتر، يعني معناتها نادية جاية بالبداية. لأن دائما مثل ما تعلمنا بالتنقيط إنه أول ما نبدي الجملة نبديها بحرف كابتل لتر، فهذا أول شيء عرفنا. نادية has a pain in her ear، حتكون بهذا الشكل، نادية عندها ألم بإذنها. 3 تصير too many sweets، الكثير من الحلوى، are bad for your teeth، سيء من أجل أسنانك. أيضا انتبهوا هنا مثلا too وجدتي بالبداية، يعني ما دام عندي capital letter فلازم أحطها بالبداية. too many احنا أخذناها too many too much، وراها sweets يجا وراها جمع، هنا معدود اسم معدود، وراها يجا فعل مساعد، وراها هنا باد ايجكتيف صفه، وبعدين اكمل الجمله. 4 هنا راس راح احلها. You shouldn't let small children climb trees. You shouldn't يعني ليس عليك، طبعا اخذناها القاعده ما shouldn't، شدوا shouldn't يجي وراها فيرب فعل مصدر، فصير you shouldn't let، عليك الا تدع small children الأطفال الصغار climb trees يتسلقون الأشجار. طبعا هنا B أيضا نقص، فرجاء يرجع كتابة الحرف B. نروح على 5 رأسنا راح أحل. If you have a toothache you should see a dentist. انتبهوا هنا عندنا اف الشرطية. اف الشرطية اما تجي بنص الجملة او تجي بداية الجملة ماكو مشكلة، بس لازم تكون عندي جملة المرافقة الاف الشرطية. اوكي يعني شلون يكون معناها؟ if you have a toothache اذا عندك الم لازم تشوف طبيب. اذا جملة الشرط وبعدين جواب الشرط. اوكي يعني انت لو ما عندك الم مثلا ما تشوف الطبيب، بس هنا يقول إذا أنت عندك ألم لازم تشوف طبيب. ننتقل إلى D. Join these sentences together، أربط هذه الجمل معا. Use but بمعنى لكن، when بمعنى عندما، وand بمعنى when. يريد من عندي أستخدم أدوات الربط لربط جملتين، يعني خلينا نشوف. احنا قلنا but معنى لكن، وين عندما، وand where. رافد fell off his bicycle he hurt his leg. fell off يعني سقط من البايسيكل،
نفس البايسكل الدراجة الهوائية. و he hurt his leg at the يعني رجله. أداة الربط اللي راح استخدمها هي and، يعني رافد وقع من البايسكل، أوكي، من الدراجة الهوائية سقط وأذى رجله. يعني ما يصير أقول باط أقول ولكن أذى رجله، لا، تكون معناها ركيك، يعني معناها مو واضح ومعناها غلط. أو أقول وين، خلينا نجرب مثلا نحط وين، رافد fell off، سقط رافد من الدراجة الهوائية عندما أذى رجله، أكيد يعني خاطئة. ف and أغلب حل التمارين دائما يعتمد على المعاني، لذلك لازم إحنا المعاني مثل أنا من أترجمها لكم تكونون أنتوا لازمين ورقة وقلم تكتبون الكلمات، يعني ولازمين الكتاب وفوق كل كلمة تكتبون معناتها بالعربي حتى ما تنسوها ويسهل عليكم حل التمارين. Number two، نورا doesn't like beef. She likes lamb. هي نورا ما تحب لحم البقر، تحب لحم الخروف. أوكي. صار نورا doesn't like beef، ما تحب لحم البقر، لكن she likes lamb، تحب لحم الخروف. إذن but. Three، I was washing up. The phone rang. I was washing up. Washing up قلنا بمعنى غسل الصحون. When the phone rang، لما دق التليفون. فاستخدمنا when. أوكي. فمجرد الوين طبعا أحطها آني بين الجملتين، هنا باط أحطها بين الجملتين وآنت كذلك أحطها بين الجملتين. أنا ما رجعت كتبت الجمل مرة ثانية، اختصرتها بس كتبت الأداة، بس أنتوا لما تجون تكتبوها تكتبون الجملة كاملة. ننتقل إلى page 30، صفحة 30. E punctuate these sentences، يعني معناتها تنقيط، يعني هذا قصده. These sentences، هذه الجمل. التنقيط يعني أحط مثلا نقطة، أحط فارزة، أحط يعني هي كوما، أحط علامات التنصيص، أحط علامات استفهام، أتسوي مثلا الأسماء capital letter، بداية كل جملة capital letter، هذا معناته التنقيط. خلينا نجي نقط هنا. Would you like to go to a restaurant this evening؟ she asked. شو تصير؟ طبعا بداية الجملة capital letter، اوكي، باعتبار انا عندي she asked، فاللي قبل she ask راح تكون تحت علامة التنصيص. Would you like to go to، هنا اكو بعد هنا to، هم خطأ مطبعي، to a restaurant this evening، علامة استفهام، لان طبعا هنا أنا عندي would تستخدم للاستفهام، هل ترغب انه تأتي معي الى المطعم هذه المساء، فعلامة استفهام، وبنفس الوقت عندي علامة تنصيص صار للجملتين. She asked، نانا asked مو said، أيضا خطأ مطبعي، عذروني لأنه الطباعة هواية وأحاول أطبع لكم بسرعة، لذلك مرات يعني ما أكون يعني أشوف زين أو ما أكون منتبه زين، فعذروني. Two، I don't know what to do said Ali. I agreed to meet Jamal but I can't remember where. طبعا ملاحظة، قبل لا تبدون تنقطون الجملة اقروها حتى تفتهموها، حتى تعرفون شلون تنقطوها. يعني حتى مثلا هنا أنا استخرج الأسماء، أحطها كابتل لتر، إذا الجملة استفهامية أعرف أنه الجملة استفهامية أحط علامة استفهام، مثلا إذا تحتاج فارزة، إذا تحتاج نقطة. يلا خلينا نجي نحل. I، طبعا دائما I تكتب كابتل لتر، سواء اجت بداية الكلمة أو بداية الجملة أو نص الجملة أو بنهاية الجملة. I don't know what to do، أنا ما أعرف شو أسوي. طبعا أنا حطيتها تحت أو هي علامة التنصيص، لأن هنا أنا عندي سيد علي، أوكي، مثل ما أخذناها بالبنكويشن بالتنقيط، قلنا إذا أنا عندي جملة بها سيد لو أسك رأسا أحطها، أحط الجملة اللي قبلها علامات التنصيص.
نقطة كملت الجملة. جملة جديدة capital letter قلنا الـ I agreed to meet جمال. جمال أيضا capital letter باعتباره هو اسم. But I can't. انتبهوا شوف هنا ما حط لي الكوما. هنا أصلها not أصلها can't not بس مختصرة صارت can't. Remember where قايل إنه أني وافقت إنه ألتقي بعلي بس ما أتذكر وين. هذا فيما يخص التنقيط. نروح على F. F complete the sentences with the words in the books. أكمل الجمل مع الكلمات اللي موجودة بالبوكس. هنا قصده يعني بهذا الحقل. خلني نجي نقرأ الكلمات ونترجمها. Worried بمعنى قلق. Upset upset بمعنى حزين. Excited معناته متحمس. Happy بمعنى سعيد. Wonderful بمعنى رائع أو حتى تأتي بمعنى جميل لأن هي متعددة المعاني. Frightened خائف. Surprised بمعنى يفاجئ. Number one. I get frightened when I read scary stories at night. I get frightened يعني أنا صرت خائف. When I read scary stories لما أنا قرأت scary stories يعني قصة مرعبة. At night بالليل. 2. Bob and Basim were very excited. Bob وباسم هما جدا متحمسين about going to the World Youth Camp بشأن الذهاب إلى مخيم العالمي للشباب. 3. I was so surprised. أنا كلش كنت متفاجئ to pass the exam. Pass the exam لأن أنا يعني عبرت الامتحان يعني نجحت بالامتحان. I was worried كنت قلق. I had done badly. أني I had done badly يعني ما سويت شيء بالامتحان زين. يعني بالامتحان ما جاوبت بشكل جيد. بسيء جاوبت بشكل سيء. 4. Diana was really happy with a wonderful present from her best friend. طبعا هنا أيضا يو زائدة ماكو هنا wonderful بس. ديانا كانت جدا أو really فعلا يعني أو حقا سعيدة with wonderful present مع الهدايا الرائعة from her best friend من صديقتها المفضلة اللي جدتي من صديقتها المفضلة. 5. Arguing with my sister makes me feel upset. Arguing يعني معناتها الجدال مع أختي جعلني feel upset جعلني أشعر بالحزن. ننتقل إلى بيج 31. بيج 31 لسن 10 طبعا هنا ستوري تايم القصة اللي أخذناها. هنا تايتل هنا شنو التايتل مع القصة اسم القصة الكاركترز الشخصيات من هو باب وباسم بقية الشخصيات. What's about what it is about ما يعني على شنو كانت القصة. Why I like don't like the story ليش انت حبيتها زي ليش انت ما حبيتها. و new words الكلمات الجديدة. طبعا هذا التمرين سهل وحلو. ممكن تكتبون هنا مثل ما قلت لكم العنوان الشخصيات ماذا بشأن القصة على شنو القصة تدور حبيتوها لا ما حبيتوها والكلمات الجديدة. B. Complete the sentences using the words in the books. أكمل الجمل باستخدام الكلمات في البوكس.